الدكتور زهير إبراهيم العباد رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية ينضم إلي عبر الهاتف للمزيد من التحليل. برحب بحضرتك يا دكتور زهير. أهلا وسهلا فيكم وجزاكم الله خير على التغطية الجميلة. أهلا بحضرتك. قمة القاهرة للسلام انطلقت في الصباح بمشاركة واسعة من العديد من الدول وبرئاسة ودعوة مصرية. كيف قيمت الكلمات وما يمكن أن تفضي به القمة من حقن لدماء الفلسطينيين وأيضا توفير الحياة الكريمة المشروعة لهم ومن ثم بداية حلول للقضية الفلسطينية؟ نعم، أنا سأبدأها في البداية بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. نعم. وكان لمصر دور كبير في التصدي لمخطط صهيوني كبير معد له من سنوات طويلة، حيث اجتمع اليهود كبار اليهود نحن لا نقول الصهاينة، اجتمعوا في منطقة يعقوبيان في إسرائيل لوضع مخطط لتقسيم قرار الشرق الأوسط، تبدأ من سيناء، تبدأ من تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء. فعلا هم يعني ما صدقوا ان حماس هجمت عليهم، استعدوا لضرب انطلق ضرب المدنيين وتدمير غزه والضغط عليهم لتهجيرهم الى سيناء لتفريغ غزه واحتواء غزه تكون من ضمن اسرائيل العظمى كمرحله اولى. تصدت لها مصر، ايضا تجاوبت معها جميع الدول العربيه، حتى رئيس منظمة الأمم المتحدة يعني تطرق لموضوع التهجير القسري إلى آخره. نعم. كان مخطط كبير، لكن يعني بعون من الله وانتفاضة الدول العربية وخاصة الشعوب العربية حتى في الولايات المتحدة، نحن رأينا الآلاف المتظاهرين، حتى اليوم خرج الآلاف المتظاهر في بريطانيا تنديد في المخطط الإسرائيلي وتضامن مع أهلنا في غزة ضد الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية من غارات وتدمير أيضا، حتى ضرب الكنائس، حتى أن في رئيس النرويج قال كلمة اليوم، قال نحن نخشى أن تنجر المنطقة إلى حروب كبيرة تدخل فيها الدول. نعم، هذا ما أكد عليه أيضا السيد الرئيس. إذا ما كانت الأزمة لا تحل بالشكل الأمثل، من الممكن أن يتسع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط. نعم، حتى تجر الى مذهبيه، يعني حتى دينيه، يعني اثاره الفتن. فبالنهايه ضرب اقدم كنيسه في غزه كانت يعني بادره من اليهود ليكشفون حقيقتهم انهم ليسوا ضد المسلمين، انما هم ضد الانسانيه وضد تهجير الفلسطينيين سكان غزه واحتلال غزه بالكامل. نعم، فكرة تصفية القضية الفلسطينية سواء بالتهجير إلى أراضي سيناء أو الاتجاه صوب الأردن هي فكرة مرفوضة جملة وتفصيلا، أولا من الفلسطينيين أنفسهم بعدم تركهم لأرضهم والدفاع عنها وعن حقهم المشروع وإقامة دولتهم المستقلة، وأيضا فيما يخص السياسات العربية المختلفة والمواقف الرسمية والشعبية. نعم، أنا أقف عن أربع نقاط ذكرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حتى لدرجة أن اللي كانوا معارضين للرئيس يعني أعجبوا موقف البطولي ضد المخطط اليهودي، اعترفوا. وأنا كان كصحفي وإعلام رئيس لدي يعني اطلاع كبير عبر وسائل الإعلام وعبر الاتصالات، موقف كان جيد، ذكر بأربع عناصر أو خمس عناصر. بداية وقف الهجمات، اثنين ادخال المساعدات، ثلاثة اجراء المفاوضات من اجل حل القضية بالطرق الدولية والشرعية واعتمادها على القوانين الدولية، خمسة ايجاد حل للدولتين، دولة فلسطينية ودولة اسرائيلية، ووضع المعايير والقوانين الدولية للتعايش بالسلام. و نعم، جنبا الى جنب على حدود الرابع من يونيو 67. للأسف فقدنا الاتصال بالدكتور زهير إبراهيم العباد رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة.